الحمد لله الرزاق بجلاء، المعطي بسخاء، غني عن عباده، لا تنفعه طاعتهم ولا تضر معصيتهم، فإن عفى عنهم فبمحض اختياره، وإن عاقبهم فإنما يوفيهم أجورهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في لقائنا المتجدد من كل أسبوع، نتناول واحد من موضوعات الأحوال الشخصية. وموضوعنا اليوم ذات أهمية كبرى بالنسبة لشريحة عريضة من شرائح المجتمع، إلا وهم الشباب المقبلين على الزواج. لذا سيكون موضوع الحلقة اليوم هو عن الخطبة. الخطبة من المعروف أن الزواج نصف الدين، الغرض منه العشرة الدائمة بين الزوجين التي تقوم على أساس المودة والرحمة والسكن بينهما. وحتى يتحقق القصد منه، فكان لازما على من يقدم على الزواج أن يتبين الأمر بكل ما فيه، وما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات قبل الارتباط بالزوج الآخر. لأجل هذا فقد استنى الشارع الحكيم قواعد الخطبة وبين أحكامها واعتنى بتنظيمها ووضع ضوابط لها، حتى يعرف كل طرف من أطرافها، خاطبا كان أو مخطوبة، ما له من حقوق يجب أن يعرفها وما عليه من واجبات والتزامات يجب أن يوفيها، حتى يستطيع الخاطب أن يتخير المخطوبة التي ستكون زوجة له في المستقبل القريب. وكذلك أيضا لتتمكن المخطوبة من أن تختار الزوج الذي تستطيع أن تكمل معه مسيرة الحياة المستقبلية، لأن حسن الاختيار مطلوب في علاقة تقوم على الدوام، أساسها الود والمحبة والمساكنة والتراحم، الأمر الذي معه تعد الخطبة هي اللبنة الأولى في بنيان الحياة الزوجية. إلا أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار حقائق يجب التسليم بها، إلا وهي أن الخطبة ليست بزواج، بل هي في حقيقتها تواعد متبادل على الزوج في المستقبل، أي أنها مرحلة ما بين الاختيار وإبرام عقد الزواج. وكذلك أيضا فالخطبة مرحلة تمهل وتفكير وتعارف وتقارب بين الرجل الخاطب والمرأة المخطوبة، ليفهم كل منهما الآخر نفسيا واجتماعيا وسلوكيا، كما إنها أيضا تقارب بين أسرتين أو عائلتين أو عشيرتين سيجمع بينهما في القريب ميثاق غليظ، إلى وهو عقد الزواج. والآن دعونا نشاهد هذا اللقاء لنتعرف على رأي الفقه من خلال لقائنا بالعالم الجليل الدكتور أحمد الحداد، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، معلوم أن النكاح أمر عظيم، فهو يعني يؤسس أو يقصد منه تأسيس بيت كبير ومملكة صغيرة. هذه المملكة لابد لها من ممهدات ومقدمات حتى تبنى هذه المملكة الأسرية على أسس طيبة راسخة ثابتة، حتى تؤتي هذه المملكة أكلها وثمارها صالحة يانعة. فكان لابد لها من مقدمات تمهد الطريق لتكوين هذه المملكة، وهذا معلوم في الإسلام من أمور كثيرة. فمثلا الله عز وجل قال في شأن نبيه حينما كان الناس يكثرون الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلي مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقلوا عليه المسائل، فأمرهم بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فلما شق عليهم ذلك
خفف الله عنهم لتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا النكاح الذي هو في الحقيقة كما سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، عقد النكاح وميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو لا يحل إلا بكلمة الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة وهذا الميثاق الغليظ لا بد أن تكون له مقدمات تمهد الطريق أمامه. فشرعت الخطبة بكسر الخاء حتى يتفق الزوجان وأولياء الزوجين على هذه تكوين هذه الأسرة بما يضمن سلامتها وأن تكون ذات أثر فعال وتحقق الرأفة والرحمة والمودة والسكنة واللباس الكامل بين الزوجين. فكانت هذه الخطبة بمثابة تمهيد الطريق لتأسيس